رؤية الأمل، هل ممكن تشوف نفسك كمخرج أمام حالة بدون نتيجة إيجابية؟ يعني تتعب وتصور وتجيب الجمعية وتحاول، وبعدين تشوف نفسك بعد المونتاج أنت أمام حالة ما انتهت بشكل إيجابي وبقي الأمل. هل ممكن تضع نفسك أو البرنامج أو الحلقة أمام فكرة من هذا النوع في الموسم الثاني؟ وعلى فكرة مش ضروري يكون غلط. طبعا يا ما في مشاكل للأسف ما لها حل. صحيح. هو الفكرة أنه نعطي أمل. هلأ وجود الأمل بالحل. هلأ صحيح إحنا في حلقات فتحناها وبلشنا فيها وضبناها وسكرناها لأنه ما وجدنا حلول أو ما وجدنا ناس تساعدنا في الحل. يعني فعلا بلشنا فيها تصوير ودخلنا فيها فما وجدنا ناس تكمل معنا في هذا الحل. أنا بدي أغير بسؤالك شوي. هل إنه إحنا الحل اللي إحنا بنضعه والناس منسلمه للناس للجمعيات وللمؤسسات بتكمل هي صح معنا؟ يعني هذا هو الأهم لسه. يعني إحنا بنطحهم على أول الطريق بنقول لهم تفضلوا هذا هو الحل وهي الطريقة وأنتم مشتركين معنا وكنتم معنا فيها 3-4 شهور، لكن هل الناس أو المؤسسات اللي بتشاركنا في هذا الموضوع رح تستمر في هذا الحل؟ هذا السؤال اللي دائما إحنا بنسأله لأنفسنا وللناس، إنه هل أنتم رح تتعاملوا ولا هو الموضوع بس ممكن كمان بأدواتك الإعلامية إن شاء الله مثلا إذا كان في موسم ثالث أو رابع إنك مثلا ترجع تتابع هاي الحالة تشوف هذا الأمل لوين وصل أو ممكن. إحنا على المستوى بعيدا عن الكاميرا وبعيدا عن رؤية الأمل إحنا أصلا بنضل متابعين على مستوى الشخصي. على المستوى الشخصي إحنا بنبني علاقة جيدة بيننا وبين الحالات، ففي كثير من الحالات الموسم الأول ما زالوا في على اتصال. على اتصال. تعرفي أنا بدي أحكي كلمة حق صراحة، يعني بفريق رؤية الأمل وتحديدا برنيم عابدين ومحمد خضر، الموضوع بتحسه مش شغل، يعني أنتوا بحسكم هيك هي رسالة أكتر، يعني واضح إنه الموضوع من قلبكم عن جد. أنا عم بحكي للناس اللي عم بتابعونا، يعني مش والله حدا عم بيعد هالبرنامج وبيعطيكم الموضوع وشوفوا لي هاي الحالة، أنتوا بأنفسكم بتحكوا حتى مع الجهات الداعمة وهذا الإشي بنعرفه من خلال حديثنا معاكم، فيعطيكم ألف عافية وإن شاء الله الموسم الثاني بيكون موسم موفق. نذكر الناس إنه أول حلقة من رؤية الأمل رح تكون يوم الخميس القادم 23/2 أي ساعة؟ 9:30 المساء. رنيم بنهاية حديثنا وقبل ما نودعكم تحكي لي شوي بشكل سريع عن التحديات أو الصعوبات اللي بتواجهك وشو معقول اليوم تدعي الناس. هلا الصعوبات بدي باختصار عشان الوقت، أكثر صعوبة ممكن نواجهها أنه إحنا كرؤية الأمل مؤمنين على كل حالة نأخذها تمام نتبناها. فأنا ممكن أنا أدخل محافظة معينة، بدخل 10 بيوت ما أخذش ولا عيلة، مع أنه هي تم يعني دلوني عليها من جمعية بالمنطقة. هل أنا بدخل بتفاجأ مثلاً إنه بسأل رجل البيت هو ذو بنية يعني جسدية قوية شو بتشتغل؟ والله ما بشتغل. الجواب ليش ما بتشتغل؟ مريض. شو مرضك؟ ضغط سكري مثلاً. هاي يعني واجهناها جداً تمام. هلأ طيب كل البلد ضغط سكري، أو خلينا نحكي 3/4 البلد ضغط سكري. هلا المشكلة إنه عنده أطفال، عنده 3-4-5-6 سنين عمر. طب كيف بتصرف؟ والله أنا بأخذ من الجمعية هاي 30، من الجمعية هذيك 40، من الجمعية 50، بجمع 200 دينار 300 دينار. طيب تمام، أنا بدي أقترح عليك، وأنا عارفة إنه يعني ما حنقدر نستمر لأن هدول الناس تعودوا إنه يأخذوا من الجمعيات بالضبط. إذا أنا عملت لك ميني ماركت مثلاً، شو رأيك بتقبل تستلمه وصير تدخل 300-400 دينار بالحي منطقتك؟ والله إنه صعب يعني إنه فهاي المشكلة إنه هو للأسف إنه هو ما عنده أي عجز. خلينا هذا دعوة، هاي دعوة، يعني هذا اللي بتحكيه رنين، دعوة لكل المؤسسات والجمعيات والدولة حتى إنه يكون الدور الأهم في التنمية والتشغيل والتدريب. بالزبط. لازم الدولة والمؤسسات أكثر ما بتعطي تدرب وتشغل وتشوف الناس وين رايحة عشان هي اللي تنتج.